تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار وتهريب وترويج المواد المخدرة والتي تستهدف الإضرار بشباب واقتصاد الوطن. وفي هذا الإطار تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحقيق نتائج إيجابية كبيرة خلال هذا الشهر. تنطلق أجهزة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بحملات أمنية ومأموريات تستهدف بها تجار ومروجي المواد المخدرة بهدف تجفيف منابع المخدرات ومنع نفاذها إلى المجتمع بما يحمي أفراده من تداعياتها وآثارها السلبية. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر في مجال مكافحة المخدرات عن ضبط 7444 قضية، بلغ ما تم ضبطه من متهمين فيها 8210 متهمين. وتنوعت حصيلة ما تم ضبطه من مواد مخدرة خلال ذات المدة، حيث تم ضبط أكثر من 25 طن من نبات البانجو المخدر، وما يقارب طن ونصف من مخدر الحشيش، ونحو 190 كيلوغرام من مخدر الهيروين. الجهود أسفرت أيضاً عن ضبط نحو 108 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وأكثر من 25 كيلوغرام من بذور القنب المخدر، وأكثر من 9 كيلوغرامات من مخدر الأفيون. كما تم ضبط نحو 41 كيلوغرام من مخدر الآيس، ونحو 12 كيلوغرام من مخدري الفود والقات. وعلى صعيد ضبط الأقراص المخدرة، تمكنت الأجهزة الأمنية وخلال شهر من ضبط نحو 88 ألف قرص وأمبول ترامادول، ونحو 300 ألف قرص وأمبول مؤثر على الحالة النفسية والعصبية، وأكثر من 2500 قرص كبتاجون وإكستازي. كما تم استهداف أماكن زراعات المواد المخدرة، وأسفر ذلك عن ضبط أكثر من 52 فداناً منزرعة بنبات القنب المخدر تم إبادتها، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 562 مليون جنيه. وعلى صعيد التصدي لجرائم غسل الأموال، تم ضبط 6 قضايا غسل أموال بقيمة إجمالية تقارب 207 ملايين جنيه من متحصلات الإتجار في المواد المخدرة. كما نجحت الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 40 مركزاً غير مرخص لعلاج الإدمان. بتلك النتائج تؤكد وزارة الداخلية خوضها مواجهة شاملة ضد جرائم الإتجار وزراعة المواد المخدرة وما ينتج عنها من ثروات غير مشروعة وتداعيات سلبية، وبما يسهم في النهاية في حماية المجتمع من شرور تلك الآفة الخطيرة.